محمود. يا دكتور خدت اللبوس؟ شكلك غلطان في الرقم يا دكتور. محمود اتفضل. خدت اللبوس؟ لبوس ايه يا دكتور؟ اللبوس عشان انت طالب العملية. ايه؟ مش انا كاتب لك يا محمود على 60 لبوسة تاخدهم عشان قبل العملية ب 12 ساعة؟ حضرتك عملية ايه؟ عملية ايه يا دكتور؟ محمود مش انت عندك البواسير؟ عرفت منين بقى؟ مش انت محمود السيد بتاع طنطا؟ تمام. طيب انت في ميعاد عملية بكرة الساعة 7:15 الصبح. عرفت منين يا دكتور؟ محمود ايوه. خدت ال60 لبوسة؟ يا مجرة علي بابا. 60 لبوسة ايه يا دكتور؟ محمود مش انت كلمتني عشان عايز عملية البواسير؟ حضرتك عرفت منين؟ يا عم هديك امارة، مش انت امبارح قبل ما تنزل مع اصحابك عملت مغطس؟ الو، ايوه معاك يا دكتور. حصل ولا ما حصلش؟ احو انت مين يا عم؟ طب اديك امارة تانية. امرت ايه؟ مش انت من يومين دخلت الأوضة وقفلت على نفسك وحطيت التليفون وقمت مصدرها للتليفون ومصورها عشان تشوف بقت قد ايه؟ يا عم انت لابسني ولا ايه؟ محمود الو، اتفضل. لو ما كنتش لسه خدت ال60 لبوسة تمام لازم تاخدهم عشان تخش العملية بكرة مرتاح. 60 لبوسة ايه يا دكتور؟ حضرتك هو عملية ايه؟ هنشيل لك البواسير وهنريحك. حضرتك عرفت منين يا دكتور؟ هو انت عايز امارات اكتر من كده ايه؟ اقول لك انت لابس ايه دلوقتي؟ حضرتك تعرف